بينما تواصل إسرائيل حربها الدموية على قطاع غزة، تتواصل في تل أبيب الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. احتجاجات أسبوعية لأهالي المحتجزين داخل قطاع غزة والمتضامنين معهم للمطالبة بوقف الحرب وعقد صفقة تبادل. نحن هنا لإيصال صوت العائلات وصوت شعب إسرائيل الذي يختلف تماما عن صوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فهو يعطل الصفقة مرارا وتكرارا. نطالب بإبرام صفقة تبادل وإنهاء الحرب وإيقاف أعمال القتال. نريد استعادة أحبائنا وأن نرى مستقبلا لمنطقتنا. الاحتجاجات تتهم نتنياهو بإبطاء وتيرة المحادثات تارة وتعطيلها أو الانسحاب منها تارة أخرى، فأسر المحتجزين ربما تثق بفريق التفاوض ولكنها فقدت الثقة بالحكومة الإسرائيلية. كان من الممكن أن نتوصل لاتفاق في وقت سابق، ودائما ما يكون الوقت مناسبا لعقد الصفقة، لا شك في ذلك. وفريق التفاوض بالتأكيد يهتم بأرواح المحتجزين، والسؤال هنا، هل تهتم حكومتنا بأرواحهم؟ تساؤلات يطرحها أهالي المحتجزين منذ بداية الحرب حول اكتراث حكومة نتنياهو بأرواح ذويهم، يجيب عنها الوضع الحالي في غزة والذي يوضح إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الحرب وإشعال المنطقة.